بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 204. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام الزكاة وما يتعلق بها. لأهمية هذا الموضوع فنقول: لما كان من شرط حل الحيوان البري أن يكون مذكا الزكاة الشرعية، وأن ما لم تجري عليه تلك الزكاة يكون ميتة حراما، كان بحث الزكاة ومعرفة ما يلزم لها مهما جدا. وقد عرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر الممتنع منه، سميت بذلك أخذا من المعنى اللغوي، إذ الزكاة في اللغة إتمام الشيء، لأن ذبح الحيوان معناه إتمام زهوقه. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: إلا ما ذكيتم أي أدركتموه وفيه حيا فوفيه حياة فأتممتم زهوقه. ثم استعمل ذلك في الذبح سواء كان بعد إصابة سابقة أو كانت ابتداء. وحكم الزكاة أنها لازمة، لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بدونها، لأن غير المذكى يكون ميتة. وقد أجمع أهل العلم على أن الميتة حرام إلا لمضطر. وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة إلا السمك والجراد وكل ما لا يعيش إلا في الماء فإنه يحل بدون زكاة لحل ميتته، لحديث ابن عمر يرفعه: وحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته. ويشترط للذكاة 4 شروط: الشرط الأول أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا ذا دين سماوي من المسلمين أو أهل الكتاب، فلا يباح ما ذكاه مجنون أو سكران أو طفل أو طفل أو طفل لم يميز، لأنه لا يصح من هؤلاء قصد التذكية لعدم العقلية فيهم. ولا يحل ما ذكاه كافر وثني أو مجوسي أو مرتد أو قبوري ممن ينادون الموتى ويلوذون بالأضرحة ويطلبون من أصحابها المدد، لأن هذا شرك أكبر. وأما الكافر الكتابي وهو اليهودي أو النصراني فتحل ذبيحته، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم أيها المسلمون، وهذا بإجماع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. ومفهوم الآية الكريمة أن الكافر غير الكتابي لا تحل ذبيحته، وهذا بإجماع أهل العلم. والحكمة في إباحة ذبيحة الكافر الكتابي دون غيره من الكفار أن أهل الكتاب يعتقدون تحريم الذبح لغير الله وتحريم الميتات كما جاءت به أنبياؤهم، بخلاف بقية الكفار فإنهم يذبحون للأصنام ويستحلون الميتات. الشرط الثاني من شروط الزكاة الآلة، فتباح الزكاة بكل محدد ينهر الدم بحده، سواء كان من الحديد أو الحجر أو غير ذلك، ما عدا السن والظفر، فلا يحل الذبح بهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر، متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام، إما لنجاسة بعضها أو لتنجيسها على مؤمن الجن. وتمام الحديث: وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وذلك عظم فلا يحل الذبح به، وأما الظفر فمدى الحبشة أي فسكين الحبشة فلا يحل الذبح به. الشرط الثالث قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، وقطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب، وقطع أحد الودجين وهما الوريدان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتقطع المريء والحلقوم والودجان
والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربعة يبيح سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن، فإن قطع الوديجين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في إنهار الدم. والسنة نحر إبل بأن يطعنها بمحدد في لبتها وهي الوحدة التي بين أصل العنق والصدر، وذبح غيرها في حلقه. والحكمة في تخصيص الزكاة في المحل المذكور وفي قطع هذه الأشياء خاصة لأجل خروج الدم السيال، لأن هذا المحل مجمع العروق، ولأن ذلك أسرع في زهوق الروح، فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وما عجز عن ذبحه في المحل المذكور لعدم التمكن منه كالصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها، فإنها تكون زكاته بجرحه في أي موضع من بدنه، ويكفي ذلك في زكاته. لحديث رافع قال: ند بعير فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. متفق عليه. وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. وما أصيب من الحيوانات كالمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدرك وفيه حياة مستقرة فذكي حل، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي إلا ما أدركتم وفيه حياة فذكيتموه فليس بمحرم. والمنخنقة هي التي التف على عنقها حبل ونحوه فخنقها، والموقودة هي التي ضربت بشيء ثقيل، والمتردية هي التي تسقط من شيء مرتفع، والنطيحة هي التي نطحها حيوان آخر برأسه. وما أكل السبع ما افترسه الذئب ونحوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الزكاة المجزية في هذه الأنواع: متى ذبح فخرج الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى في العادة ليس هو دم الميت فإنه يحل أكله، ولو مع عدم تحركه بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب ونحو ذلك في الأصح. انتهى. الشرط الرابع من شروط الزكاة أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال الإمام ابن القيم: ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح، فأما إذا أخل به لابس الشيطان الذابح والمذبوح فأثر خبثا في الحيوان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى، دلت الآية على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر عليها اسم الله وإن كان الذابح مسلما. انتهى. ويسن مع التسمية التكبير، هذا وللذكاة آداب، فيكره أن يذبح بآلة كالة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ويكره أن يحدها والحيوان يبصره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، رواه أحمد. ويكره أن يوجه الحيوان إلى غير القبلة، ويكره أن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم مضجعة على جنبها الأيسر. والله أعلم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.